مساء صباحكم شباب. هل الزوم بيتم من خلال ايش؟ من خلال هاي؟ زين أربع حركات. شو كان كتير كتير. سارة منصور يسعد صباحك. وريما يسعد صباحك. صباحك دكتور. داليا يسعد الصباح. خالد يسعد صباحك. يا خالد يسعد صباحك، يعطيك العافية. الله يعافيكم يا رب. بين ما يجي الطلاب، إذا في حدا منكم بحب يشاركني إيش متوقع من المساء؟ ليش تسجل المساء؟ وشو حابب يتعلم فيه؟ نيس يسعد صباحك. صباحك دكتور. يا ميس، شو متوقع من هذا المساء؟ ايش حابة تتعلم بعد المساء؟ التصميم، مثل ما يعني احنا نزلنا انه تصميم الزلزال للمنشآت. لطيف. يسعد صباحك يا آية. وديانا يسعد صباحك.
احنا خلينا نبدا شو كانت فكره هذا المسار. انتم اخذتوا اولا بنرحب فيكم بالفصل الجديد ان شاء الله تكون بدايه خير. اخذتوا بالسابق انتم ستراكشر اناليسيس. حد يقول لي شو المعلومه لو عرفها عن المنشا بيعرف كل شيء عن المنشا؟ يعني شو الشيء اللي انا لو رسمت لكم اياه لمنشا معين وحصلت عليه تقدر تعرف كل شيء عن المنشا؟ هذا بقول لي. طب خليني اغششكم. لو انا رسمت الديفليكشن شيب للمنشا، الديفليكشن شيب للمنشا، بعرف كل شيء عن المنشا ولا لا؟ صحيح دكتور. مين اللي حكى صحيح؟ ديانا. اعلين يا ديانا. هلا دخل عندي احمد، خلينا نشوف مين دخل عندي. احمد عاطف، اهلا وسهلا يا احمد عاطف. اهلا فيك دكتور، يعطيك العافيه. الله يعافيك. اذا انا بقدر احكم اذا كان انا عندي ديفليكشن شيب كل شيء عن المنشا. هذا بقابله بالفيزياء شيء بنسميه كلاسيكال فيزيكس. شو يعني كلاسيكال فيزيكس؟ الفيزياء الكلاسيكيه هي الفيزياء اللي بتخليك تحصل الديسبيسمنت ات اني بوينت موجوده في المنشا. فاذا انت بتحسب الاكس اوف تي انت تقريبا مشيت كلاسيكيا، عرفت كل شيء كلاسيكيا. المساق هذا ارقى من الكلاسيكال فيزيكس. هذا المساق بقول لك اذا انت عرفت الاكس مع البيريود، الاكس مع البيريود بتعرف كل شيء عن المنشا. في مساله رايحين نتعلمها بالرياضيات اسمها ايجن فاليو بروبلم. ايجن فاليو بروبلم، هذا الكلام شباب انك تعرف الاكس والتي هو أساس علم الكوانتم ميكانيكس. وعلم الكوانتم ميكانيكس هو حالياً العلوم اللي بتطور كل أشياء بتشوفوها على الأرض. فإذا بدكم أنتوا هلأ universal law وحكم كل شيء، ادخلوا بشيء اسمه vibration waves. يعني على سبيل المثال النور waves ولا لا؟ البصر، الإشعاعات الضوئية هاي waves ولا لا؟ موجات ولا لا؟ هذا يجاوبني. هاي خالد الدويكات، شو رأيك؟ خالد مش معاي؟ طب ديانا، ديانا شو رأيك؟ ايه موجود مش على الجهاز بس ماشي. شو رأيكم؟ السمع، يعني ادخلوا جاوبوا، يعني أنا بحب أسمعكم بتشاركوا. طبعا موجات دكتور. طبعا رائع. الصوت موجات ولا لا؟ صحيح. اه أكيد. الزلازل موجات. طيب كل شيء في الكون موجات. هاي الموجات شباب بيكون لها موقع وزمن، موقع وزمن. كوانتم ميكانيكس معني بالتعامل مع الموقع والزمن مع بعض. هلا الموقع والزمن مع بعض علم ارقى من علم الكلاسيكال ميكانيكس اللي بعطينا الموقع بس، بعطينا الموقع تغيره. فاحنا رايحين نتعلم شغله اذا عرفناها عن المنشا بيكون علمنا أرقى بكثير من أي علم سابق. يعني باختصار في علم الاستاتيكس لو أنتوا صممتوا منشأ استاتيكية ويجا واحد بيفهم في الداينامكس، أي واحد بيفهم في الداينامكس قدرته أضعاف 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 أي إنسان بيفهم في الاستاتيكس. فلو اجتمعت كل أساتذة الأرض بعلم استاتيكي وصممت منشأ ويجي شخص بعلم ديناميكي يعمل عليه دايناميك أناليسز واكتشف إنه البيريود لنفرض قيمة عالية زي 100,000 سكن والمنشأ unstable. لا وليش بقول المنشأ unstable؟ لأنه على أرض الواقع، على أرض الواقع المنشأ لما بيسبره تردد البيريود فيه بتكون portion of a second. يعني إذا كان منشأ زي برج دبي ممكن يكون few seconds البيريود، بس لا يمكن البيريود لمنشأ عادي في بلادنا إلا يكون جزء من ثانية. فلما بطلع الكمبيوتر 100,000 ثانية معناته منشأ بروح ما برجعش. إذا إحنا بهذا المسار بدنا نتعلم خاصية رائعة في التصميم اللي هي خاصية الويفز. نتعلم عن الويفز، نتعلم كيف نحسب البيريون للمنشأ وكيف بيسموه فندمنتال. إذا هلأ صفى
احنا اقرب لتعلم الواقع. هلا كيف بدنا نتعلمه؟ اسس تعلمه نحكي لكم اياها بالشكل التالي. نيجي لعملية تمثيل المنشآت. احنا من قبل لما علمناكم خرسانة واحد، حدا متذكر كيف مثلنا لكم المنشأة بخرسانة واحد؟ 1D. 1D ممتازة، يعني كنا نمثل بالأسلوب التالي. ايش؟ هلا بدي أورجيكم كيف كنا نمثل على اللوح. لو كان أنا عندي منشأة بهذا الشكل، الكل شايف الشاشة ولا لا؟ هاي مش مبينة. على فوق. هيك بتخيل جوز واضحة شوي. إذا مش واضحة قولوا لي. ليه يا دكتور؟ ايه؟ واضحة؟ واضحة. هذا منشأ ثلاثة أبعاد بهذا الشكل. في بلاطة قاعدة على جسور قاعدة على هذا بخرسانة واحد. كيف كنا نقول لكم خلينا نمثله بهذا الأسلوب؟ إنه هاي البلاطة رايحة باتجاه لوحة قاعدة على جسور، فمعناته النموذج لهذا البلاطة بقدر أنا أشكله إما بهذه الصورة أو أشكله بهذه الصورة. تمام؟ هلا الرياكشنز اللي بتيجي من البلاطة هاي بنسميها سلاب. الرياكشنز اللي بتيجي من البلاطة بحط على هذا الجسور اللي عبارة عن بيم، فبعتبر انه هذا البيم بقدر اعمله هيك، بقدر اعمله هيك، بقدر اعمله هيك، واحط هذا الرياكشنز اللي موجودة على هذا البيم. مع انه انا ماخذ كل متر من البلاطة فبيجي هذا بشكل ديستريبيوتد، والرياكشن اللي بيجي منه هذا بده يحمل مين؟ الكولم من العمود، بده يجي للقاعدة. من القاعدة شو بده يجي؟ للصويل. هذا النموذج بنسميه سلاب بيم كولم كونستراكشن. هذا غطينا فيه خرسانة واحد. لما جينا على خرسانة اثنين قلنا لا، بدنا بدناش نتعامل مع وندية، بدنا نتعامل مع تودية. فصرنا نتعامل مع 2D بخرسانة إيش؟ بخرسانة 2. هلأ اللي حاصل إنه الناس كانت تصمم لقوى زلازل. نصمم المنشأ بنهار، نصمم المنشأ بنهار، فالزلازل علمتنا أرقى طرق البيان. يعني اللي بده يفهم كيف يتعامل مع المنشأ، الزلزال بيجي بدمر المنشأ. لما بدمر المنشأ بنقول فين غلطتنا كان في قراءة المنشأ؟ بتبين النحو التالي. احنا عمالنا بنتعامل مع المنشأ بقوة استاتيكية، لكن الزلزال مش قوة استاتيكية، الزلزال قوة ديناميكية. هلا بتروح على المكاتب الهندسية اللي في السوق بتلاقيهم اغلبهم بيتعاملوا مع الزلزال كايكوفالنت ستاتيك، يعني بحط استاتيك لود بدل ما يحط دايناميك لود. رايحين نتعلم بهذا المساق انه هذا الكلام اذا بده يصح بده يصح على منشآت بسيطة. الاصل انه احنا نتعامل مع الشيء حسب الواقع. فإذا كان الواقع ديناميكي المفروض نتعامل على الواقع ديناميكي. هلا واحد ممكن يقول لي طب استاذ انا كيف بدي اميز انه المنشأ تصرفه استاتيكي ولا ديناميكي؟ باختصار اذا انت ما بتشعر بحركه، هذا لا يعني انه اللي حواليك ما بتحرك، بس اذا انت ما بتشعر بحركه اعتبر المنشأ استاتيكي. اذا انت بتشعر بحركه المنشأ ديناميكي. ففي الزلازل بتلاقي لك اياه كل شيء بيهتز حواليك، فلازم يكون السلوك ديناميكي. إذا إجت رياح عالية جداً على منشأ وصار المنشأ يتحرك لازم نمثلها ديناميكية. إذن أول شغل اكتشفوها إنه تعالوا يا عمي إحنا الستركشر في جزء منه أحمال. الأحمال إحنا نتعامل معها ستاتيكس، مفروض نتعامل معها داينامكس. طيب المنشأ إحنا عمالنا نمثله 1D أو 2D، بس حقيقة المنشأ كيف بتصرف 3D، فلازم نتعامل معها مع 3D. هلا هذا الفكر إجا في نهاية التسعينات. في نهاية التسعينات
قرروا انه لازم نتعامل مع 3D structure ولازم نتعامل مع dynamic loading. معناته لازم نطور برامج تسمح لنا نشتغل مع 3D structure وتسمح لنا نشتغل مع dynamic loading. فبدأت شركة ساب اللي حاليا والإيتابس تعمل مثل هاي البرامج وشاركة ناس في العالم. بس أكثر البرامج وأكثر التصوير التطوير عماله بيحصل في منطقة كاليفورنيا بسبب إنه كاليفورنيا بتعرض لزلازل الاستمرار. وبالسبب الآخر إنه في منطقة كاليفورنيا بنلاحظ إنه أنا ليش صورتي الصورة تبعتي مش طالعة؟ دقيقة شوي. هلا نرجع للفكرة. بارك الله فيكم. أنا على فكرة أحد ميزة التعليم الوجاهي إنك أنت أنا طول عمري إذا ما شفت شيء لوجهي بعرفش أتعلم لأنه في شيء اسمه بدي لانجوج. فحريص أنا دائما أشوف وجهي وبكون سعيد لأي واحد منكم يبين وجهه حتى إنه بالشكل بيكون أفضل كتير بالتعامل. يعني أمير مثلا أنا مورجين وجهه جزا الله كل خير صورته ونفس الشيء أحمد عاطف الباقي اوبشن يعني اذا بحبوا يورجوا صورهم ولا لا مش شرط صورتهم انها قاعدين على الجهاز بس صوره فيما لو شفنا حالنا في الجامعه اعرف انه هذا الطالب اللي انا بدرسه هذا كله اوبشنال بالنسبه لكم. اذا بدنا نحكي عن المودلنج اوف ستراكشرز يا ترى افضل طريقه حتى نمنع الفشل والانهيار ان نقرا الواقع اولا ونعمل نموذج مشابه للواقع. يعني منكم اللي باخذ مشروع تخرج مثلا انشاءات وبكون على صورة الغلاف من ساب أو من إيتاب 3D structure شكل هذا 3D structure هو يشابه الشكل اللي على أرض الواقع ما تتخيل قديش بكون الزبون مبسوط وكأنك أنت بتورجي الشكل منشأ وهي شكله بنفس الشيء. لاحظوا حالياً اللي بده يعمل تشطيب لشقة بدخل على مكتب بتلاقي لك المكتب مدخله على 3D photoshop وبورجيك كيف الشقة بده يسلمها. هلا اذا استلم الشقه نفس شكل 3D فوتوشوب بيكون هذا الحكي كثير رائع. احنا الان بالانشاءات بدنا نعلمكم كيف تعمل منشا ما امكن يشابه الواقع. طبعا احنا ما بنقدر نمثل الواقع 100% لكن قديش بنكون قريبين من تمثيل الواقع قديش بنكون احنا اقدر على ان نبتعد عن الفشل والانهيار. لاحظوا هذا بذكرنا باول شيء نزل من السماء اقرا باسم ربك الذي خلق اقرا الخلق اولا بعدين تربى كيف تمثله. فإذا إحنا بدنا ناخذ مساق نتعلم كيف نمثل منشأ اعرف إنه الهندسة تبدأ بالواقع. يعني واحد إجا لك بده منك مشورة هندسية قل أنا ما بقدر أعطيك المشورة إلا لما أشوف الواقع. إياك تقدم مشورة هندسية بدون دراسة الواقع مجرد لتروح أنت على الواقع ممكن كل فكرك تغير. إذا بدنا ندرس عن الموديلينج للستراكشرز كيف نمثل هاي المودلز وكيف ندخلها على ساب وكيف نكون تمثيلها بعطينا نتائج صح وشو الأشياء اللي ممكن تمثيلها يكون خطأ. طبعا لاحظوا على لما احنا بنحكي انه بدنا نمثل 3D وبدنا نمثل دايناميك معناته احنا منقلين على مشكلتين. المشكلة الاولى كيف نتعامل مع 3D. لا كيف نتعامل مع 3D كنا عاملين احنا مساق اسمه اسس التصميم النظامي conceptual design. هذا بدل مساق كان هدفه اول اشي يعلم التصميم الحسي لانه قلنا احنا مئات السنين منطور تطوير علمي يعني من زمن نيوتن وغاليليو دخلنا في شيء اسمه ثورة علمية. هاي الثورة العلمية ما كانت من قبل. حدا بقول لي كيف كان الإنسان من قبل يصمم؟ Trial and Error. Trial and Error رائعة ميس. وأيضاً من غير Trial and Error كان بالحس. رسم على الورق أو مرطب. مين بيحكي عفواً هلا؟ أحمد أمير. أمير ولا أحمد؟ تفضل يا أحمد. يا أحمد شو كان يعمل؟ يمكن رسم مبدأ على ورق وعائشي يعني إذا كان متوفر يعني زي تخيل للإيش اللي يعمله على رأسي. بس كيف كان عنده قناعة إنه هذا الشيء ممكن يكون صح ولا غلط بالفترة هذا نعمله مجسم أصغر للإيش للمبنى على رأسي. بس الفكرة منين يأخذها؟ هنخلينا نقول كلاتي بالفترة دكتور بإيش؟ من الفترة ومن ملاحظة الأشكال الطبيعية الموجودة بالطبيعة. رائع فطر السماوات والأرض. يعني بمعنى لما إحنا عملنا طيارة عملناها على شكل إيش؟ عصفور 100% على شكل طير. لما عملنا غواصة على شكل سمكة
لما عملنا إنسان آلي على شكل الإنسان، يعني هاي ديروا بالكم شباب، أقوى علم علم التشابه. شو يعني علم التشابه؟ إنك أنت تشوف إشي في الخلق وتعمل إشي ماله مشابه له. أنا قناعتي هذا قوة فكرية. هلا القوة الثانية اللي أنت حكيتوا عنها اللي هي الفطرة الإنسانية. شو يعني الفطرة الإنسانية؟ الحس الإنساني. هذا الحس الإنساني لأحيان ممكن يخليك تحلم بفكرة مش موجودة وتحولها من حلم لواقع. إذا لقيت إنه فيش حلم ممكن تحلمه لا يمكن أن يتحقق. طبعاً دليلنا إحنا، ولا لما ربنا يقول في القرآن ولدينا مزيد، بمعنى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر. إذن إحنا هلا حتى نتعامل مع المشاكل بدنا نبدأ أول إشي بثري دايمنشن، كان هدفها تطوير الحس يعني تطوير الفطرة. وديروا بالكم أي مسار أنت ما بتطور فيه فطرتك أنت ما أخذته. الجانب الثاني تعلم التشابه، وهدول التنتين كانوا موجودين على مدى التاريخ من آدم لقيام الساعة. لاحظ بعهد آدم فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه، قال أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخيه. إذن هو تعلم مواراة السوأة من خلال إيش؟ من خلال الطير. إذن تعلم التشابه بدأ من عهد آدم زائد الفطرة. فربنا زود آدم بفطرة قادرة على الاكتشاف والإبداع، والجانب الثاني أعطى علم التشابه. هلا لما إجى العلم وبدأ يتطور العلم، للأسف الشديد إجى العلم على حساب أحيانا تطوير الفطرة وعلى حساب التشابه، فصرنا إحنا عبيد للعلم وبطلنا نستغل العلم للفطرة. فبدال ما نطلع مثلا بالعلمانية الحالية إشي رحمة للعالمين، دمرنا العالمين. يعني لو طلعنا بس على التفجيرات النووية اللي بتتم بأسفل المحيطات وبتتم باليابسة، كل تفجير نووي أو هيدروجيني بقتل مئات إذا ما كانش آلاف الأنواع من النباتات والحيوانات الأرضية لآخر. فبديش أنا أحكي عن الفساد اللي قدمته العلمانية. العلمانية قدمت شغلات كتير حلوة، لكن بالمقابل أنتوا لو بدكم تضلكم عايشين بجو الأجواء العلمانية بدون كورونا بعد 50 سنة ما لكم حياة وما عندكم مستقبل. الحرارة راح تكون ما حدا بقدر يطيقها، وأغلب الكائنات اللي بتكون على الأرض انقرض. هلا بوجود الكورونا الفساد عماله شوي شوي بقل. إذا إحنا عمالنا بدنا نبدأ هلا، كنا بدنا نطور الحس، بعدين بنهاية التسعينات سمعنا بدنا 3 dimensional static، فعملنا 3 dimensional static response. فوجئنا وإحنا بنعمل مساق conceptual إنه المنشآت اللي بتنهار بفعل الزلازل مش لأنها لم تصمم لزلازل، لأنه هي أصلاً الفكر التصميمي إلها الكلاسيكي خاطئ. بمعنى لو أنا صممت منشأ حقيقة يتحمل الزلزال، دورجيكم كيف يكون الوضع. يكون الوضع حكم، بمعنى انه هذا المنشأ شايفين الشكل، حدا يجاوب شايف الشكل؟ دكتور. طيب لو كان هذا التصميم في فاكتور اوف سيفتي عالي وتعرض هذا للزلزال لحركة افقية، شو بيصير فيه؟ بيطلع وبينزل وبرجع فيه. طب افرض انه هذا التصميم للمنشأ كان غلط وكان المنشأ يدوب حامل حركة رينهارد، صار الزلزال بهذا الشكل، شو بصير في المنشأ؟ روح ما برجعش. وهون بنرجع للكلمة اللي حكيتها أنا بأول المحاضرة، لما قلت لكم بأول المحاضرة إيش؟ قلت لكم بأول محاضرة أنا بدي وقت حتى أتعلم على هاي. ماشي إن شاء الله نجيب مسار. ممتاز. هيك ممتاز. الله يكرمك حبيبي. هلا نرجع لكم كالآتي. إذا إحنا لو صممنا بفاكتور أوف سيفتي وتعرض الإنسان لزلزال، الأصل عنده عامل أمان يقاوم. طلعنا فين بيصير الانهيارات؟ في البلاكين. طبعا أنا لما كنت بالسبعينات وسقط بلكونة في سوريا،
بسوريا إجا حافظ الأسد يزور الجامعة، البنات طلعوا على البلكونات تطلع على الرئيس، إجت واحدة بدها تطلع شافت البلكونة عمالها بتقلب، مسكت صاحبتها وجرتها للداخل. هذا الحكي بالسبعينات شباب، تقريبا سنة 77-78. تسع بنات سقطوا زي العصافير اللي بتصادوا، ماتوا، المقاول أصيب بجلطة. أنا ذاك لما إجا الأستاذ يشرح لنا السبب، كان سبب اللي هو طرحه أنا ذاك إنه كانوا عاملين صناديق، بس الصناديق هاي مش مثبتينها بكراسي، فلما صبوا نزلت الصناديق لتحت، فبطل في عندك كفر للستيل، صار الكفر بدل ما يكون للستيل 2 سنتي صار 10 سنتي، فالبلكونة بطل يصير عندها افكتيف ديبث كافية إنها تحمل فوقها. طبعاً هذا الكلام ما كان موثق بصور، بس اللي يجي يحكي كأنه عمال يقول للطلاب أنتوا اللي بتتعلمون صح، والبلكونة سقطت بهذا السبب. لكن إحنا عمالنا نشوف سقوط بلكونات من العشرينات من القرن الماضي. أي واحد منكم يروح على بلدية يسألهم شو اللي بقع، بقولوا له كان تليفر ريتينينج وولز وبلكين. هذا الحكي موجود في كل بلديات العالم، ما حدش فكر إنه ليكون تصميم البلكين غلط. هلا بمساق الكونسبشوال بنثبت إحنا شو الخطأ في تصميم البلكين. نفس الشيء لما بيكون المنشأ نون يونيفورم إحنا بنعمل فرضيات، بس مين قال إنه المنشأ بيمشي على فرضياته؟ المنشأ بيحكمه الفيزياء شباب، بيحكمه الكلاسيكال فيزيكس، بيحكمه الكوانتم فيزيكس، ما بيحكمه برنامج ثابت ولا بيحكمه الفرضيات اللي إحنا بنحطها بسابق. فإحنا قديش بنكون قريبين للواقع، قديش بنكون ممثلين للواقع، قديش إحنا بنكون إيش ناجحين في التصميم. نفس الشيء من ناحية إنسانية، أنت ما تأخذ كلام من إنسان، خذ أفعال. قديش بتكون أفعاله ذات قيم أخلاقية، قديش هذا الإنسان ممكن يسمع له، قديش هذا الإنسان يبعيد عن القيم الأخلاقية اللي بروح بيسمع له بيكون عقله في وشه. إياك تأخذ العلم إلا من خلق. هلا إذا إحنا بدنا نيجي نتعلم 3 dimensional حطيناه بالconceptual وعملنا مساق dynamic response to simple loads اللي هو كان تطبيقات حاسة، بس هلا بيجينا الطالب مش ماخذ conceptual، فأنا مضطر إني بالبداية شو أعمل؟ أقوي عنده هذا العنصر بعدين أعطيه dynamic analysis. فتوقعوا إنه أعطيكم شوية في 3 dimensional، مش هذه شوية هدفها نثبت إنه اللي إحنا تعلمناه خطأ، لا، إحنا اللي تعلمناه كتير منه صح، المنشآت اللي بتقع. بس أي منشأة بيقع بفعل الزلزال، لما أنا بفشل برجع بتطلع عقرات، يعني بمعنى أنا فهمت فهم طبقته أدى إلى نتيجة سيئة، برجع بقول شو الخطأ بفهمي. كنت بسنة أولى أدينا امتحان فيزياء 450 طالب، نجح 5، أنا كنت من أعلى 10 علامات بس كنت صائد. هلأ جاء لأحد الطلبة قدم لي سيجارة، أنا ما بشعر ليش وقتها كنت ضعيف، يعني كان ممكن بدي أحرق شغلة، بس ربنا أكرمني وما شربت، عمري بحياتي ما شربت سيجارة. رجعت أفكر، طب جهد أنا بحط كل الجهد، طب شو المشكلة؟ كانت منهاش، ما كان عندي طريق، كنت بستنى الوحي ينزل حتى أحل المسألة، ما كان عندي منهاج إن في عندي قوانين بحطها والقوانين بتحل المسألة والمفروض أنا أرجع للقوانين بحل المسألة. هلأ إحنا أحياناً بنرجع بنلاقي إن القانون غلط، يعني هذا القانون صناعة إنسانية، صناعة بشرية، فإحنا لما بتنهار عنا البلكين بدنا نرجع نطلع ليش نهارت. وأغلب الظن بيكون مش بالقانون وإنما بتكون بالفرضيات اللي إحنا حاطينها في المنشأ في استخدامه. هلأ فأنتوا توقعوا مني شوية بالثريدي، لكن توقعوا إن المنشأ نركز فيه على إيش؟ على الدايناميك ريسبونس. طبعاً بجرد معرفنا هدول صف الإيرثويك إذا دايناميك لود، فبعد ما نتعلم إحنا الدايناميك ريسبونس بيكون الإيرثويك مثال، فبورجيكم منشأ لو تعرض لإيرثويك كيف بده يكون الريسبونس كريسبونس ديناميكي. طبعاً إحنا حتى نعمل هذه الشغلة الموجودة هون رايحين نتعلمها باليد ورايحين نشوف كيف بسطها الإيرثويك لود. هلا شباب حتى إحنا نعلمكم كيف نقاوم الزلازل، حد بيقول لي الفرق بين الوسع والطاقة؟ السعة والطاقة؟ حد بيقول لي الفرق بين الألتمت والألوبل؟ شباب لا بدي مشاركة، شباب وبنات شو الفرق بين الألتمت وبين الألوبل؟ لا
دكتور يبني الأزمة هو خلص يعني حيكسر بعدين يعني مش حيقدر يتحمل أكتر من هيك. أما الألاوة بالإشي اللي أنا بفترض إنه ممكن هو يحمله، بس لو أجعله أكتر من هيك عادي مش رح ينهار منشأة ومش رح يكسر. رائع يا ريما. ريما خليكي معي، خليكي فاتحة شوي، ما يزيلي بين الساعة والطاقة، ما يزيلي بين الساعة والطاقة. تمام. أتوقع إنه الطاقة يعني هي الأوبل والساعة اللي هي الألتيميت. رائع. هلأ لاحظي إحنا ربنا أعطانا النظام، شو قال؟ لا يكلف الله نفسا إلا إيش؟ يعني لما الواحد يقولوا له أنت مصاب بسرطان خبيث، أنت أصابت إجر رجلك، أصيبت بأي شيء، مهما كانت الإصابة شديدة، مهما كان الواقع الصعب، على الإنسان أن يطمئن إنه ربنا مستحيل يحمله فوق سعته. لذلك إحنا لما نصاب بالمصايب ما منكون آنذاك إحنا في وضع مرتاحين. لذلك إحنا لما بندعو بنقول له ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. إذا أنا بدي أكون دائما بالإلاستيك رينج، أنا بدي أكون دائما بالخط المستقيم اللي ما يحملني شيء. إذا هلا شباب إحنا لما بدنا نيجي نتعلم للزلازل، الزلازل مش راح تخلي المنشأة بالإلاستيك رينج. الزلازل مصايب، هاي المصايب بدها تخلي المنشأ يطلع من الإلاستيك رينج للألتيميت رينج. فلما بيطلع للألتيميت رينج في علم اسمه داكتلتي. لهذا العلم الداكتلتي احنا في عنا مساق زلازل في الماجستير بنعلم الطالب كيف يرسم بالنون لينير رينج. لكن انتو كبالكالوريوس صار عندكم شغلتين للتصميم الزلزالي، الكوانتم ميكانيكس اللي منها بتعرفوا الويف إكويشن، والدكتلتي اللي منها تعرفوا قديش بده المنشأ يكون عنده قدرة حتى يصل للأرضنا. الدكتلتي ما بقدر أعطيكم يا بعد المساق، أنا جبت من المساق يعني في عنا مساقين في الزلازل للماجستير، مساق بعلمك الاناليسز في الدكتلتي وبعلمك كمان الويف إكويشن، ومساق بعلمك التصميم. فأنا جبت جزء من المساق الأول حطيته هون، وجبت جزء من المساق الثاني حطيته هون يعلمك التصميم. فهذا مساق بعلمك شوية أناليسيس في الداينامكس، وبخليك تاخد شغلة جاهزة في الدكتلتي، وبعلمك كيف تتعامل مع الكود. فلذلك وانتو بتتخرجوا رايحين تلاحظوا ان العمال وتطور السوق هم الناس اللي باخدوا مثل هاي المساقات في البكالوريوس او هاي المشاريع في البكالوريوس، لانه نقابة المهندسين تشترط في عدة منشآت اكثر من 5 طوابق انكم تصمموها زلزالية. طبعا انا بعدين بجمع لكم كل هذا الكلام في 3D structure، نعمل له detailed example. فبنعمل 3D analysis and design، يعني انا ببدا معكم ب 3D اورجيكم كيف الاناليسيس بالاستاتيك، وبني اورجيكم كيف الاناليسيس بالديناميك. بعدين بنيجي لبلادنا بدنا ordinary intermediate وال special moment resisting concrete structures نعلمها. طبعا انتم الان بخرسانة 1 وخرسانة 2 وخرسانة 3 بتتعلموا بس ايش ordinary. هلا انا باجي هون بهذا المسار بذكركم شو تعلمتوه بخرسانه 1 و2 و3 بالاورديناري، وبورجيكم كيف تصمموا انترميديت، وبورجيكم كيف تصمموا ايش سبيشال مومنت ريزيستنج ثينجز. طبعا بورجيكم كيف تصمموا اورديناري وولز، واذا كان معنا وقت بنصممكم سبيشال وولز. طبعا اغلبكم ماخذ خرسانه 2، هلا افرض واحد منكم مش ماخذ خرسانه 2، ضروري يكون هلا مسجلها، لانه فتره من الفترات بهذه المنطقة راحين نحتاج خرسانة 2. لكن طالما إحنا بنحكي بالأناليسز مش راحين نحتاج خرسانة، يعني بفضل كلكم تكونوا ماخدين أناليسز 2. اللي مش ماخد أناليسز 2 بيقدر يمشي بس بشوية صعوبة، اللي ماخد أناليسز 2 بتكون قدرته أكتر. إذن أناليسز 2 ريكومندد، خرسانة 2 كونكرنت بيصير، خرسانة 2 مش كونكرنت ومش ماخدها لا تتورط، تورط ايش هلا. في شغلتين بدي احكي لكم اياها. الشغله الاولانيه احنا امبارح عانينا من انقطاع الكهرباء، انا اليوم لاني بعرف انه بدها تنقطع عندنا من البيت من 12 للوحدة فاجي اعطيكم المحاضره من الجامعه، فاحيانا بضطر اجي اعطيكم اياها من الجامعه واحيانا بعطيكم اياها من البيت. هلا امبارح انا قدرت اني احل مشكله انقطاع الكهرباء عندي بالبيت، اني اشتريت بطاريه، وهي البطارية عملت لها طريقة إن أوصلها بالراوتر في ما دون قطعة الكهرباء. فبتوقع إنه انقطاع الكهرباء من جانبي مشكلتها حلت. هلا أنتم من جانبكم أكيد عندكم طريقتين، طريقة اللابتوب بالبيت مع الإنترنت، والطريقة اللي بتدخل فيها عن طريق إيش جوالاتكم.
فبتمنى ما امكن انه نحاول انه احنا نتجاوز قضيه الكهرباء. بس هلا اللي انا بدي ابحثه معكم من ناحيه التعلم عن بعد، شو الشيء اللي بيزعجكم بالتعلم عن بعد؟ لانه في التعلم عن بعد في مزايا. يعني اجيب لكم مثلا امبارح واليوم بدرجه الحراره العاليه هاي، انا لا قاعد بغرفه مكيفه بيختب ما اكون قاعد بصف والصف درجه حرارته عاليه. زائد انا لما بسجلكم المحاضره طالب كان عنده مريض، عنده ظرف، ما حضرش المحاضرة، بيقدر إنه يرجع يطلع على المحاضرة مرة تانية وثالثة ورابعة. بديش أقعد أحكي عن مزايا التعلم عن بعد. من مزايا أنا ممكن أستخدم لكم فيديوز أشياء بكل سهولة. لكن السؤال اللي بدي أطرحه لكم، أنتوا بإيش بتضايقين من التعلم عن بعد؟ حتى نحاول ما أمكن نخلي التعليم عن بعد يقارب التعليم الوجاهي ما أمكن. تعليم وجاهي يعني تشوف الوجه، لذلك أنا مصر لكم تشوف وجه. لأن أنا بطبيعة فيه إذا ما شفتش وجه الإمام بقدرش أسمع خطبة. فلما كنت أدخل المسجد أفتش على المكان اللي أقدر أشوف فيه الإمام حتى أقدر إني أسمع خطبة. فأنا دائماً بحط لكم وجه تشوفوه. بدي أسمع منكم شو الأشياء اللي أنتم بدكم إياها بالتعليم حتى نقدر إننا نوفركم إياها ما استطعنا. فإذا حد بحب يقول لي بإيش متضايق بالتعليم الإلكتروني يحكي. دكتور أنا بحس إنه التعليم الوجاهي بيكون أسهل إشي في التجاوب ما بين الدكتور والطالب. يعني هذا الإشي مرات بحس إنه في كتير محاضرات تفتقر لهذا الإشي، يعني ما بيكون في تجاوب صحيح ما بين الدكتور والطالب، أو ما بيكون تفاعل يعني لازم الواحد يوصله في التعليم عن بعد. هذا مفروض شوف أقولكم شغلة، يعني بدون شك لما بكون أنت قاعد بالصف بتقدر ترفع إيدك تشايفك الأستاذ، بس لاحظوا إحنا أنتوا هلا تقدروا تنشقوا هذا التعليم بهاي المشاركات اللي بتعملوها. يعني تخيلوني قاعد انا بحكي والواحد منكم مش عماله بيتفاعل معي، مشكله انا ما بجاوبكم شايفين اللوح واضح ولا مش واضح، بسالكم عن فكره وصلتكم ولا لا. انتم بايدكم تطوروا التعليم الالكتروني زي ما عمالكم تعملوا. لا شغله ما حكيتها ما فهمتوها، الصوت شوش عندكم صار شغله بالانترنت، استاذ معلش تدلنا الفكره اللي حكيتها، ما في مشكله بعيد الفكرة مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، ما عندي مشكلة. بطرحها مش بأسلوب، بعدة أساليب. ما فهمتوا أسلوب الأولاني أطرحه بالأسلوب الثاني بالثالث بالرابع حتى أوصلكم الفكرة. فأنا بتفق معكم إنه بالتعليم الوجاهي قدرة الأستاذ على معرفة متابعة الطالب، يعني لا ما تأخذونيش تعليم إلكتروني الطالب بده يثبت لي إنه حاضر بروح حاضر بعدين بروح عزل شو بيعمل على المطبخ يأكل. هذه مشكلة الطالب، الطالب مش مشكلة التعليم الإلكتروني. أنا بحكي على تعليم إلكتروني زي اللي بتحكي عنه ديانة. ديانة بتقول أنا بالتعليم الوجاهي بشعر حالي مشاركتي أفضل من التعليم الإلكتروني. خلينا نشوف يا ديانة بعد أسبوعين هل استطعنا إحنا نعمل محاضرات بطريقة تكوني مرتاحة ولا لا. هذا مجال اتركيه علي، إن شاء الله بحاول إني أخليه قريب من التعليم الوجاهي ما استطعت. لاحظوا أنا بقدر أقرب على اللوح وأقلل على اللوح وأعطي لكل واحد فرصة منكم يحكي اللي بده اياه بالوقت اللي بده اياه. حد عنده مشاكل ايضا بالتعليم الالكتروني؟ بالتعليم الالكتروني حابب انه نحلها. خالد احكي يا خالد. خالد دكتور الله يعافيك. بس بالنسبه للتعليم الالكتروني بالنسبه لي اكبر سيئه انه بيعتمد كليا على النت وعلى الكهرباء. يعني انا بالنسبه لي في لي فتره اسبوع تقريبا الكهرباء بتفصل إذا بدي أقول يعني في موعد المحاضرات اللي أنا مسجل فيها، فلذلك اعتمادها الكل على النت وعلى الكهرباء في حين إنه الشركات عندنا سيئة جدا، هاي مشكلة كبيرة بالنسبة لي. خالد أنا بضم صوتي لصوتك. أنا من ناحية امبارح كان أسوأ يوم عندي لما انقطعت الكهرباء، واضطريت إن أنا أجيب بطارية واضطريت إن أجيب كهربائي. ولما تجاوزت المشكله كثير ارتحت، لكن المحاضره راحت علي. فانا عامل حسابي عن طريق اللي وفرته من الكهرباء اني ما تروح علي محاضره ثانيه. انا مشكلتي انه مضطر اني استخدم لابتوب. انتم كطلاب تقدروا تستخدموا جوالاتكم. هلا المشكله انكم بتتعاملوا مع شركات تكاليف عاليه من ناحيه 3G اللي هي بتقدمه. أنا بقول الله يكون بعونكم، يعني على تكلفة بدكم تحطوها حتى تطمئنوا إنه لو انقطعت الكهرباء بتكون الجوالات اللي معكم مشحونة وتقدروا تتصلوا. طبعاً بعضكم عندهم ممكن جوالات ما بيقدر يشوف فيها زوم يطلع على زوم، فهي تعمل مشكلة إضافية.
لا أنا لو كان في عندي قدرة إني أنا أخيركم كان خيرتكم وجبتكم وجاهد، بس هذا مش حقيقة. إحنا بدنا نحاول نحل المشاكل اللي إحنا منظر نعمل. خالد أنت عندك تعليق؟ تفضل يا خالد. يا دكتور بس زي ما قلت انت في ناس بقدر يحلوها زي ما عملت حضرتك، بس برضو في ناس ما عندهمش القدرة، يعني حتى الأطباء يمكن ما عندهمش، يمكن أخذوا من أصحابهم من قرائبهم. أنا قصد عن هذول الناس برضو لأنهم راح يواجهوا مشاكل أكثر. صحيح صحيح. شوف أنا كان عندي فكرة من سنة 2000، هاي الفكرة طرحتها على الدكتور نبيل. الدكتور نبيل كان وقتها عميد الكلية. كانت فكرتي إنه وقتها كنا إحنا بنحتاج لسات ونحتاج ان نعلم الطلاب 3D، فكانت فكرتي انه كل طالب يدخل هندسة الجامعة تشتري له لابتوب وتقسم سعر اللابتوب على السنوات دراسته، بحيث انه بدل ما يدفع ثمن كامل، يعني المفروض اللابتوب اللي انت بتحتاجه حقه 3000 شيكل، هاي 3000 شيكل انت بتقعد 10 فصول في الجامعة، يعني كل فصل بدنا نضيف على التسجيل 300 شيكل، 300 شيكل على التسجيل يعني خلينا نقول 70 دينار، فأنت بدل ما تدفع على نفرض 500 دينار تسجيل تدفع 570 دينار. أنا قناعتي هاي كنت أنا أتمنى لو تم تطبيقها من سنة 2000، وحاليا بتمنى أنكم أنتوا من خلال جلسة الطلبة من خلال أي مؤسسة تعملوا برنامج للطلاب، يعني أنتوا أنا الأوان أنه يكون عندكم ممثل طلابي يحمل مشاكلكم ويلاقي هذا حل مشاكل لكل الطلاب. أنا بدي مجلس طلبي يحمل هذا الهم ويطلع للمؤسسة الوطنية ويقول عنا طلاب ضروري إن إحنا ندعمهم، وإحنا بدنا إياكم تدعمهم بطريقة 1 2 3 4. فأنا بضم صوتي إلى الله يكون بعون كل الطلاب اللي ما بقدر يعملوا هذا الشيء، بس ضروري كلنا كمجتمع نفتش على حلول مثل، وصوتك لازم يصل للي فوق ولازم نلاقي لكم حل بطريقة أخرى. حد عنده أي مشكلة تانية غير انقطاع الكهرباء بحب إنه نتعامل معها؟ هلا اذا ما في عندكم تحب تتعلم عن بعد خلينا نمشي بالبحر. في كمان شكل يعني صح انه تنقطع الكهرباء احيانا انه نتوفر، بس المقابل في ميزه انه المحاضره نفسها بناخذها تكون مسجله، يعني تحضرها في اي وقت بيجي الكهرباء والنت عندك، يعني برضه تقدر تحضرها اكثر من مره، تقدر تقدر تحضرها اكثر من مره. ورايحين نلاحظ انه احنا بنحاول ان شاء الله، يعني أنا إلى 4 أشهر بقرأ في التعليم، يعني كل طريقة التعليم يعملها بدأت تتغير، لأنه أنا تعودت بطريقة معينة في التعليم والآن أنا مضطر إني أتعلم علم طرق مختلفة. فأي واحد عنده تسجيل سابق لمحاضرات راح يكتشف فرق كبير بين المحاضرات كيف تطرح الآن وكيف كانت تطرح من قبل. مهما كان التسجيل كويس للمحاضرات مش زي ما إننا نسجلكم إحنا وبصوتنا إحنا، بتلاحظوا إن الوضع بيختلف كثير. فراحين تلاحظوا يعني انه في ان شاء الله نوع من التحسين. طبعا الفصل الثاني احنا العام اخذنا على اخينا عمرها، انا بسني هاي الوسائل التكنولوجيه بعيد كثير عنها. الحمد لله في حوالينا ناس عمالها بتساعدنا في الوسائل التكنولوجيه، لكن كان مطلوب مني اني اشوف كيف عماله بتطور التعليم عالميا حتى اعرف كيف انا امشي مع التعليم العالمي. قضيت كثير استثمار بكلام هذا الوقت في الادوكيشن اكثر منه في الهندسه، وبتمنى انكم تلمسوا هذا الحكي في خلال المحاضرات اللي راح تسمعوها. حد عنده اي تعليق اخر؟ يعني منهاج التعليم بده يختلف شوي. هلا الاي-ليرنينج انا سمعت الاوبينيون تبعكم، انتم بتقدروا تنشحوا عن طريق البارتيسيبيشن، وانا رايح اعمل كريدت للبارتيسيبيشن، بمعنى انه مع الوقت رايح الاحظ انه الطلاب اللي بتفاعلوا معي رايح يكون لهم دور بعمليه الكريدت، بما نحكي عنها لاحقا. هلا الفيس ريفيل زي اللي انا بشوفه من احمد عاطف مثلا او من بعض الطلاب اللي بحطوا صورهم اوبشنال، لكن انا بفضله يعني اي واحد يكون عنده صوره له محطوطه على الفيسبوك يحطها في هذا، اللي ما بحب يحط صوره حر يعني مش رايح، it is not obligatory it is optional. كسياسه علامات كلكم بتهتموا فيها، راح يكون عندنا وظائف وراح يكون عندنا متر. هلا المتر اذا بقدر اعمله وجاهي بقدر، ما بقدرش راح يكون الكتروني، راح يكون عندنا مشروع مش مشاريع، راح يكون عندنا فاينل. هلا انا شو سياسه الجامعه في توزيع العلامه سيكون لصالح الطالب، يعني
لنفرض أن الجامعة أعطت نسبة للمتام ثابتة، فراح أخذ نسبة الجامعة، لكن لنفرض أن الجامعة قالت المتام والهوم ويركس لنفرض 2 لازم يكونوا 40%. وليتكم أنتم بالوظائف ما شاء الله عديتوا مجهود كتير كويس، ولكن بالمتر ما عملتوا كتير كويس، فبقدر أن أضبط النسبة. وأنا أبدأ لكم شغل اللي بده يتعلم، في وصايا إلي لطالب التعلم، وأول وصية إلي إله لطالب العزة. شباب بدون عزة ما في علم. وفي شغلتين تضرب عزة الكذب، الكذب والغش. الكذب والغش قد يؤدوا إلى إهانة الطالب، والإنسان إياه يدخل على مجال ممكن يمان فيه. فهذا بدي أنبهكم عليه، لأنه إذا بدكم تنجحوا في الحياة تحتاجوا لكولابوريشن، تحتاجوا لكوميونيكيشن. أنا بدي أنمي عندكم العمل الجماعي. يعني مثلا بهذا المساء بحب البروجكت ألاقي كل 4 بيعملوا مع بعض مشروع. هلا هذا المشروع لما بكون فيه 4 الأصل يكون بيناتهم برين ستورمين، والأصل كل واحد فيهم يكون على ثقة إنه عنده شغلة بيقدر يعلم فيها اللي حواليه. هلا في التعليم كله بالخارج بيحكوا عن 4 سيز لازم يتعلمها الطالب، بس أنا حطيت 9 سيز مش 7 سيز، لأنه من السيز اللي مفروخ عندهم بالمجتمعات الغربية شغلات عندنا مش موجودة. يعني بالغرب الطالب لما بتخرج الشركة إذا بيقدر يحل مشاكل راتبه بيزيد، إذا ما بيقدر يحل مشاكل بنطحن. عندنا هون كتير ناس بيشتغلوا بشهادتهم ومش حريصين يعملوا عمل كتير ممتاز، فالوضع عندنا مش زي وضع برا. لذلك في عندنا إحنا متطلبات في التعليم مش زي برا، زي أبد مثلا. أبد معمول لبرا ممتاز، بس أبد لبلادنا بحاجة إشي قبله بحاجة إشي بعده. فإحنا لما بنعمل أبد المفروض بعديه نتابع شغلات، وقبله يكون الطالب مهيئ للعزة إنه جاي عزيز حتى هو بده يتعلم وبرفض حد يضحك عليه. فأنا شباب بعاملكم بالثقة، بعاملكم كأب مع أولاده مع أبنائه، وبتوقع منكم ثقة بالمقابل. ما بتوقع شهادة زور، ما بتوقع واحد يعطيني وظيفة ويكتب اسم زميله عليها، هو بيكون ساعد زميله على شهادة زور ودار زميله، وزميله بيكون رضي إنه يغش. وهذا ما يعني مش حلو لكم كطلاب. بدي إياكم تتعاونوا مع بعض تعاون صح، بدي منك أنت تعطي كل وقتك لزميلك تعلمه وتشرح له إذا كان ضعيف، مش تخدعه. صديقك اللي بيصدقك مش صديقك اللي بيكذب عليك. فزميلك، أنا كنت بالجامعة سنة 75 طالب سنة أولى، فكانوا بعض الطلاب يقولوا خلص طالما عبد الرزاق عندنا ما فيش مشكلة. كنت أقول لهم عبد الرزاق ما عندهش مانع يقعد 24 ساعة يشرح لك التجربة، بس عبد الرزاق عنده مليون مانع يعطيك تقريره للتجربة عشان تعمل له كوبي وتسأل، لأنه هيك بيكون بيخدع، بيكونش صديقك زي. فأنا كنت طول عمري أعمل محاضرات للسنوات اللي بعدية وأعمل محاضرات لزف زملائي، وهذا بتوقع منكم. أنا بتمنى منكم التعاون، التواصي بالحق والتواصي بالصبر، مش التواصي بالغش وبالكذب. شباب الجامعة إذا فيها غش أو كذب أنا بقول تسكر. يعني إحنا ما بدنا متعلم زي متعلم العلمانية اللي بيفسد في البيئة واللي مصلحته هي المهمة والاقتصاد وليكن ما يكون، وهذا العمل بيمشي العالم لا المصالح الاقتصادية. أنا بدي القيم الإنسانية اللي تحكمكم، قيم الرحمة، قيم التعاون، قيم إنك أنت تعمل إشي تكون فخور فيه مع الوقت. فبتمنى عليكم إنه بالوظائف وبالهوم ويركس ألاقيها مع الامتحانات كلها إنتاج فردي أعتز فيه، أعتز فيه قدام الأساتذة. أنا ضد مراقبة الطالب، لأنه بتوقع إنه الطالب المفروض هو يراقب حاله، ولما بكون ما في مراقبة للأستاذ أنا بصطدم كتير إنه زملائي اللي بيقولوا إنه أمهات طلاب اتصلوا بيقولوا لطلابهم يعني اعذروهم إنهم غشوا ومشوا لهم إياها. أنا كنت بتوقع الأب أو الأم إذا اكتشف إنه ابنه غش يتصل في الجامعة ويقولوهم افصلوهم عاقبوهم، إحنا مش قادرين عليهم، ربوهم دخيلكم، إحنا في البيت عجزنا إن نربيه تقي، إحنا متركنين عليكم نعطيكم إياه لحم رجعوا لنا يا عظم. في غياب رقابة الجامعة تأتي رقابة البيت. فأنا مركن على أباياتكم وعلى أمهاتكم إنكم أنتوا لو إجا الشيطان بده يوسوس لكم بإنكم بدل ما تتعاونوا تتواكلوا يمنعكم من ذلك. تكلوا بس على ربكم وتعاونوا فيما بعضكم في تقديم أفضل ما يمكن. أنتوا اللي بتنشحوا الإيرنينج وأنتوا اللي بتفشلوا الإيرنينج، وأنا مشترك معكم.
وبتمنى مع بعض تعرفوا انه انا كل واحد فيكم عنده علامه ايه عندي، متمنى نهايه هذا الفصل كلنا نجيب ايه، اي واحد منكم بيجيب ايه ما يقولش جبت ايه، جبنا ايه يعني جابها معي، واي واحد منكم بسقط ما يقولش سقطني الاستاذ، سقطت انا والاستاذ. فانتوا اذا اخذتوا اف انا وياكم اخذنا اف، واذا اخذتوا ايه انا وياكم اخذنا ايه. انا مش رايح اخدعكم اعطيكم علامات انتوا ما بتستاهلوها، لكن بالمقابل سعادتي ما بتتخيلوها لما كلكم تاخذوا ايه، وزعلي وحزني ما تتخيلوه لما واحد منكم بيحمل المسار. فبتمنى ما حدش يحمل المسار، وبتمنى كلكم تحسنوا معدلاتكم، وبتمنى هذا اللقاء تكون لمصلحتكم. حد عنده اي سؤال قبل ما نبدا بالجد؟ هلا كل هذا مقدمه للمسار، وزي ما قلت لكم بيرسونتجز to be determined according to university policy، لان انا بامن ان نعامل الطالب باحسن ما لدي، يعني احسن العلامات اللي انت بتقدر انك تجيبها انا رايح اعتمدها ضمن اليونيفرسيتي بوليسي، لان ربنا هيك، ولان هيك بتمنى انه ربنا يعامل باحسن ما عملت. حد عنده اي سؤال اي تعليق؟ طيب خلينا نبدا. احنا حد منكم بيعرفني شو الاستراكشر الانجينير؟ هلا بما انه انجينيرينج فهو احنا بنحكي عن قاعدين عن على ابلايد ساينس، وستراكشر فاحنا رح نحكي عن مبنى سيستم على شيء، نحن رح نحكي على لودز هيك شغلات. لاحظي انت حكيتي انجينيرينج ابلايد، يعني انت عمالك بتحكي دوره تمام. فديانا انا ممنون لك كثير. انجينيرنج يعني ابلاي، معناته في عندنا ثيوري لازم نفهمها حتى نحكي بالانجينيرنج. والاستراكشر انت جبت سيره لود وجبت سيره سيستم، في لود سيستم في شيء ثاني هذا حد يذكرنا شو؟ ممكن الماده الماتيريال. رائع ماتيريال. اذا احنا لما بنتعامل مع اي شيء، أنا كإنسان ماتيريال، أنا ماتيريال إنسان، شكلي structural system، حملي التكاليف اللي أنا بدي أعملها. فإذا إحنا بدنا نتعامل مع منشأ بدنا نعرف إنه شو صفاته كماتيريال، أعطيناكم مساحة تكون ميكانيكس أوف ماتيريالز، هلا ما أعطيناكم مساحة ميكانيكس أوف رينفورس كونكريت ولا ميكانيكس أوف ستيل ولا ميكانيكس أوف ألمنيوم، احنا اعطيناكم ميكانيكس اوف ماتيريالز. بمعنى انا لو قمت عظمه من انسان ورسمت لها ستريس سترين ريليشن شيب، انا بقدر اني اشكل من مبنى الانسان ومن الجوينت تبعت الانسان قديش بقدر يحمل هذا الانسان من احمال. اذا احنا بدنا نتعامل مع اي منشا، في عندنا منشا، في عندنا احمال، وفي عندنا ايش كمان؟ ماتيريال. قديش احنا بنتعامل مع هذول الثلاثه حسب الواقع قديش احنا بنكون مالنا مميزين. لذلك لاحظ انا هون بحط assumption. شو يعني assumption؟ في عندي فرضيات للماتيريال، وفي عندي فرضيات لمين؟ للاستركشر والالمنتس اللي في الاستركشر، وفي عندي فرضيات للاحمال. هون بتيجي عندنا المشكله. الصوت عندكم واضح ولا مشواش؟ واضح واضح. هلا خليني اقول لكم شو المشكله. المشكله لو انا اعطيت مليار أو 8 مليار بني آدم مسؤولية يصمم، بعطيني 8 مليارات تصميم، 8 بلايين من التصميم، لأنه في أي تصميم شباب في فرضيات عديدة، وفي مناهج عديدة، وفي طرق عديدة، وفي ثوابت. فأنا ما بحكم عليكم شباب عن طريق تميزكم، يعني ما بحكم عليكم عن طريق اختلافاتكم، لا، ممكن واحد فيكم يختلف بفكره عني ويكون افضل مني بكثير. انا حكمي عليكم من قبل الثوابت اللي بدكم تحطوها في التصميم. لازم تعرفوا هناك في ثوابت اذا انت حققتها ما حدش بيقدر يحكي معك، وفي هناك متغيرات. احنا مشكلتنا في التعلم كثير من الاحيان ما بنعلمكم ما هو الثابت وما هو المتغير. لما باجي انا بحكي عن انجينيرنج انها ابلاي، معناتها هي تعتمد على ثوابت، وهي الانجينيرنج كابلايد كحكمه ابلايد ايضا لها ثوابت. بس اي ابلايد ساينس يعتمد على ثوابت، الثوابت تقدر تقوله ماثماتكس،
فيزيكس كلية العلوم. خلينا نقول كلاعب كلية العلوم، لاحظوا أنا كيف بديت معكم، بديت معكم كوانتم فيزيكس، بديت معكم كلاسيكال فيزيكس. واحد إجا قال لي طب أستاذ الفيزياء تعتمد على إيش؟ ولا كابلايد ماثماتيكس. تقول لي إذا ما تقول لي كلاسيكال فيزيكس ولا تقول لي كوانتم فيزيكس، قول لي إشي بالماثماتيكس. بقول لك آه ديفرنشال إيكويشنز، عندكم بالديفرنشال إيكويشنز إشي اسمه باوندري فاليو بروبلم وإشي اسمه إنيشال فاليو بروبلم. الويف إيكويشن تجمع اثنين، يعني الويف إيكويشن بتجمع الزمان والمكان في معادلة واحدة، بينما أنتوا لما بتاخذوا إنيشال فاليو بروبلم تاخذوا بس معادلة زمان، لما بتاخذوا باوندري فاليو بروبلم تاخذوا بس معادلة مكان. ففي الكلاسيكال إحنا بنعلمكم كيف إنك تحسب مكان الديسبيسمنت من مواقع مختلفة. بالكوانتم لا، بنجمع لك التنتين مع بعض. لذلك هلا بتيجي بتطلع بتلاحظ إنه أنا في عندي إنجينيرينج أبلايد ساينس، الساينس أبلايد ماثماتكس، الماثماتكس أبلايد تنسر. حدا بعرف شو هو التنسر؟ ما سمعتوش بكلمة تنسر لحد هلا؟ طب خلينا أقول لكم شغلات أنتوا سمعتوا فيها. سمعتوا بالسكيلر؟ شو السكيلر؟ شو السكيلر؟ حدا يجاوب شو؟ شو السكيلر شباب؟ يعني أي شيء بدون يعني بدون اتجاه يكون. رائع. أنا أسألكم سؤال يا ريما، التمبريتشر سكيلر ولا لا؟ التمبريتشر ما إلها اتجاه، هي إذا سكيلر بالرغم إنها زائد ممكن تكون زائد وممكن تكون ناقص. التفاح نفس الشيء، البرتقال نفس الشيء، المكاتب نفس الشيء. طيب النبات نفس الشيء، يعني النبات بيطلع يعني بنمو للآلة، هو ممكن ينمو للجنب، أتوقع نفس الشيء. هلا بدي أسألك سؤال، يعني ما أنت خليكي معي وخليهم يسمعوا نقاش. لو أنت زرعتي نبتة جوا البيت وفي شباك تيجي منه الإشعاع، الإشعاع شو بيصير في النبتة؟ رح تروح لجهته مباشرة تنمو، يعني مش رح تنمو عادي، بتنمو لجهته. بتتحرك ولا بتضلها ثابتة بمحلها؟ هلا هي النبتة كنبتة ثابتة بس فروعها وتتحرك. رائع، بتتحرك اتجاه. هذا بنسميه متجه. شو بنسميه؟ متجه فيكتور. واضح؟ هذا الفيكتور كمتجه منحدد اتجاهه بعدة طرق. فالنبات كمخلوق أصبح متجه. طيب لو كانت في نملة، النملة بتروح عشان تكون متجه هاي بطلت متجه، هاي بتتحرك صار، بطلت ثابتة مكانها، شو أصبحت؟ تتحرك. كونها بتتحرك تحولت من فيكتور لشيء أعلى من الفيكتور. حدا بيعرف شو إيش الأعلى من الفيكتور اللي درستوا أنتوا؟ مش فيكتور، ثلاثة فيكتورز. تدرستوا إشي ثلاثة فيكتورز بالأناليسيس سميتوا ستريس. إذا فاكرين شو كان الستريس عبارة؟ تمسك شغلة تقطعها هيك وتقطعها هيك تقطعها هيك وتقول على هذا الوجه أنا عندي ثلاثة فورسز بمثلوا فيكتور، وعلى هذا الوجه ثلاثة فورسز بمثلوا فيكتور، وعلى هذا الوجه ثلاثة فورسز بمثل فيكتور، ثلاثة ستريسز. فالستريس أصبح 9 بدال 3 قديش أصبح؟ 9. طيب تتوقعوا الإنسان أرقى من الحيوان ولا لا؟ طبعاً يأكل. خلينا نطلع على الاستقراء. انتقلنا إحنا من 1 لـ3 لـ9. حد بفكر لي برقم بعد 9 ويعمل لي منه استقراء؟ 1 3 9 ايش بنجيب؟ 81 انه على اساس تربيع. هلا انت يا بنتي رائعه، بس لما حكيتي 81 في رقم قبله طلعوا عليه. لو حطينا 3 للقوه 0 شو بتعطي؟ 1. 3 للقوه 1 3. اذا انت 3 للقوه 2 9. 3 للقوه 3 12. 3 للقوه 4 81. 3 للقوة 5 200. طيب نبدأ هلا. لما أخذنا 3 للقوة 0 1
طلع هذا عالم من الخلق بدنا نسميه عالم الجماد. شو بدنا نسميه؟ عالم الجماد. هلا هو الجماد بالنسبة لنا، ديروا بالكم، هلا بالنسبة لنا جماد، هو حقيقة الجماد بالكوانتم فيزيكس هو عبارة عن ويفز عمالها بتتحرك، يعني طلع على الذرة تلاقيها ويفز بتتحرك، بس احنا بالنسبة لنا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. اذا انا بالنسبة لي نسبة لي انا بفترضها جماد. هلا لما حطينا ثلاثة القوة واحد حكينا عن النبات بانواعه كله، ثلاثة القوة اثنين حكينا عن ايش؟ عن الاسترس الحيوان بانواعه كله، ثلاثة القوة ثلاثة حكينا عن ايش؟ عن 27. ورقم 27 في الكون شو بيمثل ان احنا بعقيدتنا؟ قبل ايش يعني؟ 27 رقم 27 شو بيمثل بعقيدتنا؟ حدا بيعرف؟ ولو ليلة 27 شباب، ليلة 27 ليلة القدر. إذا إحنا قدرنا بليلة القدر أرقى بكثير من الحيوان. إحنا ارتفعنا بليلة القدر لقدر أعلى بكثير من الحيوان. هلأ إحنا مخلوقين أرقى من الحيوان بالرقم 27 قدرنا. هلأ إحنا كمخلوقين ربنا حط فينا خاصيتين ونفسنا وما سمح فعلها ما إيش؟ فجورها وإيش؟ تقواها. اللي بفجر إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يعني عماله بينزل هو من مستوى 27 لمستوى 9 مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، لمستوى 3 لمستوى 1. يعني إحنا بنيجي بنقول طيب في مجال يرتقي لمستوى أعلى، هون مين اللي قالت 81؟ مين اللي حصلت 81؟ أنا ميس. يا ميس أنت تطلع على الأعلى. هلأ انتبهوا علي شباب، حتى أقول لكم مصدر في العلم أفضل من كل العلوم اللي بتحكوها. هاي العلوم للشباب اللي بتعلموها، أنا بعد عايز أشوف هذا علم قليل، اللي بده منكم علم مظبوط يطلع مثلا على الأرقام 27 سورة النمل طاسين تلك آيات القرآن، فيش تلك آيات القرآن في كل كتاب الله إلا هنا. إذا أنت بدك تكون إنسان خلاقة جديد، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان خلق جديد علمه البيان. إذا بتعليم القرآن خلق إنسان جديد، خلق عباد الرحمن اللي هدول إيش؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن ارتقى فيه لمستوى الملائكة. هذا مستوى الملائكة بتلاقوه برقم 81. رقم 81 سورة التكوير آية 27 فيها إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. واحد يقول لي طيب أستاذ منين جبت الرقم 81 من العلم؟ أورجيك. هلا شباب احنا عندنا الستريس سيجما عبارة عن إيه في أبسط، وتعلمنا احنا سيجما عبارة عن 9 في 1. شو يعني 9؟ يعني عندنا سيجما اكس اكس، سيجما اكس واي، سيجما اكس زد، سيجما واي واي، سيجما واي اكس، سيجما واي زد، سيجما زد واي، سيجما زد اكس، سيجما زد زد. وتعلمنا انه ابسلون ايضا 9 في 1. سؤال، شو الاشي اللي اذا ضربته ب 9 في 1 بعطيني 9 في 1؟ 9 في 9. رائعة. هاي 9 في 9 تسمى علميا elasticity constant. أخذتوا الإلاستيك موديولاس؟ تسمية صح ولا غلط؟ تسمية الإلاستيك موديولاس صح ولا غلط؟ يعني لما عملنا سيجما تساوي إيه في أبسلون، شو سمينا هذا؟ موديولاس of elasticity. تسمية صح ولا غلط؟ خطأ دكتور. هم أكثر من معامل؟ قبلها لا، لا خلينا أول شيء على التسمية، خلينا نأخذ معامل واحد، يعني خلينا نشتغل بمعامل واحد. هل اسم elasticity constant صح ولا غلط؟ يا عز، بدك عز تشارك؟ دكتور خطأ. ليش خطأ؟ المفروض نسميها لينير of elasticity. يا عز رائع، طلع عليه شباب.
هاي مادة الرهبة. هاي بتقيم اللون وترجع. شو يعني الاستك؟ يعني إذا شفت عنده ريحة شماله برجع لوضعه الطبيعي. فهذا الاستك موديلاس، لا الاستك موديلاس مش السبين. هذا اسمه الاستك، هذا اسمه الاستك. لكن هذا لينير وهذا مش لينير. ولاحظوا هلا كل الاستيك، كل لينير الاستيك وليس كل الاستيك لينير. اذا انا لما بعلم ميكانكس وماتيريالز بقول بسموه عندنا هوكس لو، هذا تسميه خاطئ يا شباب. تروح بتاخذ مثلا انت كهرباء اومز لو، بتاخذ انشاءات ميكانكس وماتيريالز هوكس لو. شو اوم؟ شو هوك؟ شو قانون نيوتن؟ شو نيوتن هو؟ شو قانون نيوتن؟ ليش هو نيوتن بحط قانون؟ نيوتن يكتشف. انا بسمي القانون باسم الطبيعه. يعني لو قلت لكم مثلا انا جرافيتيشنال لو، بتفهموا. ويف ايكويشن بتفهموا. لو قلت لكم فون ميسز برينسيبل، شو يعني فون ميسز؟ فربط العلم شباب باسماء هذا قصور وخطا كبير. ربطه بسلوك هذا احسن. لكن بدنا ننتبه انه بالسلوك قد يكون الربط خطا. كيف يعني؟ لما طلعنا على هذا، طلعنا على هذا، هذول اثنين إلاستيك. رحنا استخدمنا إلاستيسيتي للاثنين. إلاستيسيتي لهذا بتزبط، بس لهذا ما بتزبط. لكن لو استخدمنا كلمة لينير صرنا هذا لينير. فقلت لكم لينير إلاستيك أي لينير إلاستيك. نون لينير إلاستيك أي نون لينير إلاستيك. إذا في عنا نون لينير إلاستيك في عنا لينير إلاستيك. هلا كلمة لينير باجي لأومز لو بسمه linear equation. لا لما أنا بصلي وبقول اهدنا الصراط المستقيم أنا عمالي بطلب إشي linear. لا هذا الإشي linear إجا نبهنا ربنا ديروا بالكم أحيانا ما بكون صح. حدا بعطيني مثل إنه أنا مستحيل أطلب من الله linearity في مجال وبكون أنا غلطان؟ هل هناك خطأ في الاستقامة؟ لا أنا يعني بعتقد إنه ممكن أن يكون الإنسان أبعد شوي عن الاستقامة فبيقدر يرجع. يعني إمتى مسموح للإنسان يبتعد عن الاستقامة ويكون بيطيع الله؟ لما ما يكفرش بال يعني ما يكفر بالكبائر. يعني ممكن يبعد في أشياء بس ما تكونش يعني إنه خلص إن أبعد فيها أشرك أو مثلا كفر أو هيك. هلا نرجع للمنشآت اللي بنحكي عنها. امتى بنسمح للمنشأ انه يروح في الايرثك رينج للنون لينير رينج بالايرث؟ امتى؟ هل الايرث حمل طبيعي ولا حمل غير طبيعي؟ طبيعي حمل غير طبيعي. لو بدي اصمم لزلزال ويضل المنشأ بالالاستيك رينج ما حدش بقدر اقتصاديا يعمل هذا الحكي. يعني اللي كان قبل شوي يقول انا عندي مشكله بانقطاع الكهرباء بقدرش احلها اقتصاديا بدون صوتيله. احنا لو بدنا نصمم لزلزال في الاستيك رينج لا يمكن نقدرش، لا يمكن. طيب اذا في الزلزال هل يسمح للانسان ان يخرج قليلا عن الاستقامه؟ ربنا شو بيقول؟ فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا. هل هناك طغيان في الاستقامه؟ لما بيكون هناك حمل كبير جدا على المنشأ. لما بيجي حمل على الشجر، حمل الرياح، الشجره بتضلها واقفه هيك شباب ولا بتميل شوي؟ بتميل بعدين بترجع بتقف. لذلك انتبهوا شباب، لما خالد بن الوليد انسحب من معركه مؤته طلعوا الناس يقولوا يا كرار. النبي شو قال؟ بل هم الكرار وسماه سيف الله المسلول. انا بديش اعطيكم التفاصيل خالد منين تعلم هذا الشيء وليش رجع الان، لكن النبي عليه الصلاه والسلام اثنى على خالد، أثنى على خالد لأنه خالد ما فر من المعركة. خالد انسحب وجه لوجه. بديش أجي على تفاصيل الموضوع بس أنا بعنينا أركز فكرة. شيء الفكرة اللي أنا بدي أركزها إنه إحنا لازم نعرف الواقع اللي إحنا بنتعامل معه. فالاستراكشر اللي إحنا نحكي عنه هذا الاستراكشر قد يكون بني آدم، قد يكون إيش؟ بني آدم، وقد يكون غير ذلك. فأنا
شاعر انكم انتم صف مميز، فعمالكم بتخلوني اطلع بحكي بشغلات ما لها عامه. فلما حكيتوا الانجينيرنج ابلاي حبيت اعطيكم انه الرياضيات از ابلاي تنسر. هلا نرجع نقول شو هو التنسر. التنسر هو الصفات شباب، النصف الصف. فلذلك انتم اخذتوا ماتريكس، ماتريكس الاستراكشر، الماتريكس اللي انتم اخذتوه كل كولوم فيه إذا فيكتور، وكل بند من هدول الكولوم إذا سكيلر. يعني هلا نطلع احنا عندنا الفيكتور اكس واي زد، اذا الحركه بس بالاكس دايركشن، بس بالاكس دايركشن اصبحت سكيلر. فاحنا بنعلمكم اول شيء حركه بس بالاكس دايركشن، لما بتتحول لاكس واي زد اصبحت فيكتور. لما بندخل فيها البيريود اصبح شيء جديد. تنتبهوا عليه شباب، اذا اخذنا هذا الوحده طلعنا على الجهد، طلع جهد 9 كومبوننتس، لو دخلنا فيه البيريود المفروض احنا انتقلنا لل 27. هلا في شيء اخر لو دخل وهو عنصر ايماني بننتقل لل 81. فانتبهوا شباب، الايمان ارقى من العلم ويؤسس على العلم. ديروا بالكم، الايمان يؤسس على العلم لكن الايمان ارقى من العلم. ليش؟ لانه احنا مهما اوتينا من العلم علمنا قليل، لكن لما نؤمن بمصدر ينطق بالحق وبفسرنا السكيلر والفيكتور والجهد وبلاقينا انه احنا واحنا عمالنا منطبقه ارقى بكثير من اللي حوالينا، بنكون على يقين انه في الشغلات الا العلم لحد الان ما اكتشفها انه هو ينطق بالحق. لذلك احنا بهذا المساق بدنا نحاول ما امكن شباب نتطلع على النصوص اللي فيها كل العلوم ونشوف كيف هاي عماله ربنا بيورجينا اياها بعالم الواقع. يعني ما بدنا نكتفي بإقراء اسم ربك الذي خلق. شو بيعملوا البشر من علوم؟ أوكي عملوا لهذا البشر هاي العلوم. طب هاي اللي عماله ربنا بيورجينا انهيارات. ليش انهيارات عمالنا نشوف؟ يعني ليش إحنا عمالنا نشوف انهيارات المنشآت الغير هرمية؟ لأنه في عنا نصوص مثلا تنصحنا بالمنشآت الهرمية. للذين اتقوا غرف، ما قالش فوقها غرف، من فوقها غرف مبنية، غرف من فوقها غرف مبنية من للتبعيض. لذلك في التسعينات اكتشفوا أحسن منشآت لمقاومة الزلازل والرياح المنشآت الهرمية، من المعجبات من المعجزات التسعة اللي نشأت عليها في السبعينات لما وقال الأهرام. كل شيء تاني راح، بطل في حدائق معلقة وبطل وبطل، وصار لها معجزات العالم تختلف كتير. فبرجع بقول لكم إحنا في عنا مصادر علم رايح أفتح عينيكم عليها، تشعروا إنه هذا الشيء لا يمكن بالمستقبل يصح، لأنه أصلاً عالم اللي خلق هو حكى لنا إنه مع المستقبل مش رايح. بس أول شيء لازم نعتمد على العلم وعلى الهدى وعلى الكتاب المنير من المصدر اللي موجود المادي. بعد ما نتعلم العلم والهدى والكتاب المنير من المصدر المادي ونشكل عين كاملة بقرأ باسم ربك الذي خلق، بدنا نفتح عين تانية على إقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. إذن هلأ عرفنا شو يعني استراكشر الإنجينير. طيب شو الأسامشنز اللي عملناها بالماتيريال؟ أنا بديت أول إشي بأسامشن اللينيا، بس إحنا لا ما بيكفينا للزلازل، نقدرش نعتبرها لينيا، المفروض نعتبرها up to failure. up to إيش؟ to failure. إذا إحنا في التصميم الزلزالي مضطرين نروح للألتيميت ثيوري، مضطرين نروح للألتيميت ثيوري اللي أنتوا تعلمتوها. طب إنت بنسمح إنه يكون إلاستيك؟ أنا بدي هلا أحسكم، انسوا الكتب شباب. أنا الآن بدي أصمم لمنشأ. هل هذا المنشأ إذا تعرض لزلزال، لزلزال بدي أسمح له يتخطى الاستقامة ولا لازم يكون مستقيم حتى لو إجى عليه زلزال عالي جدا؟ اسمح له يتخطى بجوز. للكل. خالد أنت كلامك كثير راقي. خالد أنا خليك، خالد افتح معي، خلي النقاش هلا مع خالد، افتح معي. هلا سؤال، لو انا عملت مستشفى يا خالد، مستشفى وصار زلزال واحد تحت العمليه، هل انا بسمح من المنشا انه ما يرجعش لوضعه الطبيعي ويصير الدكتور يهتز والاجهزه كلها تتحرك من اماكنها؟ لا. عندي نيوكليير باور ستيشن، نيوكليير باور ستيشن معلش تهتز. رائع. هلا اذا احنا بنقول انه الانسان العادي إذا انحرف شوي على الاستقامة تحت الزلازل والمصايب هذا لأنه إنسان عادي. طيب والعلماء والنبي عليه الصلاة والسلام
هل يجوز؟ مش لازم. لا. لذلك لاحظوا بأحد، هل النبي عليه الصلاة والسلام فر من المعركة ولا بقي حاضر؟ بقي. شوف شو عمل النبي عليه الصلاة والسلام بالتصوير. نعم. النبي كان هيك حارب بأحد ويدعوهم. شو يعني يدعوهم؟ للصحابة. الصحابة كانوا بفلوا وهم لا يلهون على أحد، وهم لا يلهون على أحد، ما حدش بيطلع خلف. فالله سبحانه وتعالى لما شاف النبي بيعمل هيك كان قبلها، كان قبلها قال له بلغ ما أنزل إليك من ربك والله يعصمك من الناس. لما شافه بيطبق ما يبلغ، شوف الآية شو قالت: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. علق بعديها: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. ما قالش أو تقتل. ما كان لنفس أن تموت، ما قالش أو تقتل، قالوا ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. أدرك النبي عليه الصلاة والسلام أنه لن يقتل في معركة. يجينا لغزوة حنين، كيف قاتل النبي؟ شوفوا كيف قتل بغزوة مقبل، والصحابة عرفوا شو بيعمل فيه، يمسكوه. يعني الصحابة بيمسكوه شدوه للخلف، وعرفوا شو بيعمل، هاجم على الجيش. يعني الكل عماله بيهرب، الرسول شو عماله بيعمل؟ هاجم على الجيش وبنده مين؟ وبنده الصحابة. وأنهى المعركة بطريقة قيل عنه إنه لا يمكن أحد يخوض هاي المعركة، لا يمكن أحد يخوض هذه المعركة إلا يعلم الغيب. فقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهو يعلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة الحسنة. مين يتعلم هذا الشيء؟ خالد بن الوليد. فلما طلع بغزوة مؤتة وشعر بغزوة مؤتة إنه المسلمين مش رايحين يقدروا يستمروا في القتال وإلا اندثروا كلهم، صار يغير الفراق بحيث يشعر إنه كون في عدد وينسحب زي ما انسحب النبي. النبي شاف خالد عمل هيك قال له: أنت سيف الله المسلول، بمعنى أنت لن تقتل يا خالد. تخيلوا لو واحد قتل خالد في المعركة، كان قالوا فلان قتل سيف الله المخلوق. شو قال خالد؟ قال: أنا في شي معركة لخطها، والآن أنا بموت على فراشي كما يموت إيش؟ البعير. إذن هاي السنة شباب، لما الإنسان بصل لمرحلة إنه تحت كل هاي الضغوط ما بنحرفش عن الاستقامة، هذا إنسان ضمن الجنة وضمن أن لا يقتل. فانتبهوا، صحيح ربنا أعطى مبرر للإنسان إنه ينحرف إذا صارت عليه ضغوط كبيرة جدا، لكن قال له: إذا ثبت سيكون لك من الأجر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر. رب رحيم، رب رحيم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن بقول لكم، إذا أنتم كإنسان ثبتت مستقيم تحت المصائب الكبيرة، فأنا بقول لكم انتبهوا، مهما أصبتوا بمصيبة مهما كانت عظيمة، اعرف أن ربنا ما كلفك فوق طاقتك، أنت تستطيع أن تجتاز. واحد قال لك لا سمح الله، قال لأي واحد معك سرطة، معك كذا، العالم كله اجتمع علينا، الناس كلياتها بدها تضيع قضيتنا، لا، إذا كنت أنا مظلوم وربنا، أنا مع ربنا، أنا أعلم يقيناً أنه لن يكلفني فوق وسعي، وأعلم يقيناً حقاً علينا ننجي المؤمنين، حقاً علينا نصر. إذن هلأ انتهينا من الفرضيات بالماتيريال وبالاستركشر. هلأ علاقة الاستركشر مع الإليمنتس لها فرضيات حطتها على اللوح، فبدنا نتعامل مع الواندي ونتعامل مع التودي. أنا المحاضرة كما يبدو عمالها بتنتهي، خلينا أخذ أنا حضور غياب في آخر دقيقة ونستمر الحصة القادمة. حصة اليوم أكثر ما يمكن إياه حصة تعريفية في المسار، بس أتأكد أنه اللي موجود أخذت أسوأ. أحمد صدر، أحمد يحيى، أحمد صدر مش موجود، أحمد يحيى مش موجود. صدر موجود. أحمد صدر أنت دخلت يا أحمد؟ أهلا وسهلا فيك يا أحمد يحيى. طيب أحمد عاطف، أحمد عاطف موجود دكتور. أهلا وسهلا فيك يا أحمد عاطف. أحمد عمر عبد الرحيم موجود، موجود دكتور. الحسن بشار موجود دكتور. أمير
أمير موجود دكتور موجود آية موجودة وخالد الدويكات موجودة وداليا موجودة وديانا موجودة ريما موجودة وسارة سارة موجودة لسه معنا يا سارة موجودة دكتور عبد الرحمن عبد الرحمن زيود عز الدين موجود محمد إبراهيم موجود دكتور عز الدين ماشي ميرا ميس موجودة في داخل الطالب اسمها ميرا أنا داخل دكتور أنت بدك تسجل المساق يا بنتي لا بس بدي أحضر المادة معذرة يا بنتي إذا يعني أنا طلب مني طالب اسمه إسلام كوع امبارح أنا ما بعرف شو بصير في هاي لما بكون في أعداد كبيرة هل بتأثر على عملية الصوت وما إلى ذلك كنت أتمنى أرحب فيك يا بنتي زي ما حكيت لإسلام مبارح أنا الآن معني أن أنجح هاي التجربة فممكن أنت تقدر تشاهدي الفيديو لما يتجهز لأنه هي بالمشاركة كنت من زمان لما يقولوا له طلاب بدنا نحضر معك أقول لهم أقعدوا بالأمام وما تأثروا على الصف فلما أشوف أي أثر على الصف أقدر أن أقول للطلاب معلش تغادرونا الآن بالتعليم الإلكتروني مشكلتي يا بنتي إذا كان الصوت مش واضح إذا صار أي مشكلة إلكترونية ما بقدر أحدد من فين فعذريني يعني أنا بحكي هذا الكلام وأنا متأسف كثير إليك إنه الشخص اللي ما مسجل ما بقدر إن أنا أستقبله بالمسار حقكم علي كثير كنت أتمنى إنكم إن أفيد عدد أكثر لكن تقدروا تحضر المحاضرة لما تنزل من خلال إيش؟ من خلال المودل من خلال أي زميل من زمانكم بنزلها وبتقدر تشاهد فعذريني يا بنتي تمام مش مشكلة بسيطة يعطيك العافية دكتور الله يعافيك يا بنتي أنا بحكي هذا الكلام وأنا متألم ديري بالك بنتمنى لكم كل توفيق شباب وإن شاء الله بنشوفكم على خير بالحصة الجاية الله يوفقكم يعطيك دكتور الله يعافيك